بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنعمل حاجة مميزة جدا مش هتشوفوها في كتب أخرى أو في فيديوهات أخرى. هنلخص كل العلاقات اللي مرت بينا في صورة جرافيكال زي ما انتم شايفين، اللي هي بتربط المقادير المختلفة بتاعة الالكتروماجنتكس ببعضها. طبعا احنا لغاية دلوقتي بنتكلم على الالكتروستاتكس بس، فهتشوفهم العلاقات ما بين الشحنة الكلية وكثافة الشحنات، الفيض، الفلوكس، الفلوكس دينستي، الفيلد انتنستي، البوتنشال، البوتنشال انرجي، الالكتريك فورس، كل دي متلخصة في صفحة واحدة. وازاي هنلخص هذا الكلام بعدين في صيغة أسلوب ممنهج لحل المسائل المختلفة في الالكتروماجنتكس. طبعا احنا ورينا ازاي ممكن نحل بعض المسائل، وخاصة أسلوب العلاقات التكاملية اللي هي الانتجرال فورمز. هنكتشف بعدين ان البوينت فورمز هتكون very powerful في حل كل المسائل، سواء في سيمتري او ما فيش، الشكل منتظم او غير منتظم وما بين ذلك. تعال نبتدي هنا بداية من الشحنة الكلية والفلكس الكلي، دي اللي هي علاقة جاوس اللي احنا عارفينها، ان التوتال تشارج بتؤدي الى توتال فلكس، والتوتال فلكس هو يساوي كمية التشارج اللي انتجت هذا الفلكس. بعد كده ممكن نشوف علاقة الفلكس دينستي بالفلكس، اللي هي معروف ان هي الفلكس بير يونت اريا اللي خارج من اي سطح، والانتجرال فورم اللي هي الريفرس بروسيس هنا، اللي هي تكامل الفلكس دينستي على السطح يساوي التوتال فلكس. هنا توزيع الشحنات، هنتكلم على وجه الخصوص على تقسيم الشحنات الى increments، او نتكلم على الفوليومتريك density of the charge. الفوليومتريك density of the charge هي charge per unit volume. ولو اعرف الفوليومتريك density وتوزيعها اقدر اكامل على total volume عشان اجيب total charge. ما بين الفوليومتريك charge density والflux density موجود Gauss's law في point form اللي هي divergence of D بيساوي rho sur V. وعكس الكلام ده لو حبيت اروح في الاتجاه العكسي بحل المعادله التفاضليه اللي هي قدامنا دي، دي معادله تفاضليه بحلها بحيث ان انا اقدر اطلع منها الفلوكس دنسيتي لو انا عارف الديستريبيوشن اوف تشارج. الكلام ده طبعا ما بيكونش سهل ولا سلس غير في بعض الحالات اللي فيها سيمتري. لو قسمت التشارج بتاعت الانكريمنتس اقدر استخدم الانكريمنتال بروسيس في ان انا اطلع منها الالكتريك فيلد، وان انا اقدر اطلع منها البوتنشال، الالكتريك فيلد اللي هو كان فيكتور، البوتنشال اللي هو كان سكيلر، واقدر اطلع منها الفورس. زي ما احنا عارفين الالكتريك فيلد هو الفورس بير يونت تشارج. ايه علاقه الفيلد انتنسي بالفلكس انتنسي؟ اللي هي علاقه تناسب، اللي هي البرميتيفيتي بتاعت الميديا في الفري سبيس هي ابسلون نوت، في وجود دايلكتريك بتكون ابسلون. ما بين الفيلد والبوتنشال عملية تكامل الورك دان بير يونت تشارج اللي هي تكامل الالكتريك فيلد يدينا البوتنشال. بدأت بالبوتنشال وعايز اجيب الالكتريك فيلد اقدر استخدم الجريدينت اكسبريشن اي بيساوي ماينس جراد في. البوتنشال علاقته ايه بالانرجي؟ البوتنشال هو الانرجي بير يونت تشارج. فاذا انتم شايفين الاسهم كلها موجوده على حسب انت بتبتدي فين وعايز تروح لفين. عندك تشارج ديستريبيوشن وعايز تجيب البوتنشال، ادي السهم بتاعنا. عايز تجيب الالكتريك فيلد، ادي السهم بتاعنا. عايز تجيب الفلكس دنسيتي، يا اما تحل المعادله التفاضليه دي يا اما تروح في الاتجاه ده وترجع في الاتجاه ده. عايز تجيب التوتال فلكس ممكن تمشي من هنا لهنا ومن هنا لهنا، او تمشي في هذا الاتجاه وبعدين في هذا الاتجاه وبعدين في هذا الاتجاه. الاسهم بتورينا الرود ماب اللي احنا ممكن نستخدمها و نقدر نطلع اي كميه بدلالة الكميه الاخرى. طبعا الكلام ده مش هيكون بسيط في كل الحالات. لو الحالات بسيطه، لو عندي توزيع شحنات في سيمتري، عندي توزيع شحنات معروف ابعاده، ممكن. لكن ان جنرال احيانا بتكون المساله معقده اكثر بكثير، وعمليه ان انا امشي على اسهم ده ما بيكونش بهذه السلاسه والبساطه. زي ما شايفين في الصفحة دي كل العلاقات موجودة سواء كانوا integral form أو differential form. الصفحة اللي جاية هنتكلم على differential form على وجه الخصوص، لأن زي ما قلنا differential forms دول هيلعبوا دور أساسي ومهم في حل المسائل
في عمومها بدون الاعتماد على الحالات الخاصة زي السيمتري وما إلى ذلك. هما دول الكور ديفرنشال فورمز، دايفرجنس اوف دي بيساوي روس اوف في، الاي بيساوي ماينس جراد في. هنشوف بعدين ان احنا ممكن وي كان كومباين التورل، ان احنا وي كان كومباين العلاقتين دول ونطلع منهم حاجه جديده اللي هي اللابلاسيان اوبريتور. فواضح ان انا هنا لو اعرف التشارج ديستريبيوشن اقدر احل الديفرنشال فورم دي عشان اطلع الفلكس دنس فيكتور، او لو انا عارف البوتنشال فانكشن بتاعتي شكلها ايه اقدر اطلع منها الالكتريك فيلد باستخدام الايه الجريدينت اكسبريشن. زي ما قلت من شويه ان اقدر ابص للتو بوينت فورمز اللي هي ديف دي بيساوي روم في واي بيساوي ماينس جراد في، ونعمل لهم كومبينيشن هم الاثنين مع بعض بحيث نطلع باللابلاسيان اوبريتور. فتعالوا نشوف الكلام ده هيحصل ازاي. هبتدي بديف دي بيساوي رو في، وفي نفس الوقت الدي هي ابسولوت اي، فهيبقى عندي ديف ابسولوت اي هي برو في، وعندي الاي هي الماينس جراد في، يبقى كان الاكسبريشن ديف دي دلوقتي اللي هي رو في عباره عن دايفرجنس وماينس جراد في. لو افترضت ان انا في هوموجينيوس ميديا وان الابسلون بتاعتي ما بتتغيرش من موقع لاخر، اقدر اطلع الابسلون بره الدايفرجنس ويبقى عندي الدايفرجنس اوف ذا جريدينت اوف في. الدايفرجنس اوف جريدينت اوف في هتكون هي ماينس روس اوف في على ابسلون. الدايفرجنس اوف ذا جريدينت ده اللي احنا هنسميه لابلاسيان اوبريتور اللي هو هيكون دال سكويرد. يبقى كان دال سكويرد في دلوقتي عباره عن ماينس رو في اوفر ابسلون. وفي حالة لو عندي تشارج فري ميديا يعني ما فيش أي تشارجز في الميديا هيكون ده في صيغة دال سكويرد في بيساوي زيرو. المعادلتين دول خطيرين جدا، المعادلة الأولانية دي بنسميها بواسانز إيكويشن، والمعادلة دي اللي هي بنسميها لابلاسيز إيكويشن، والدال سكويرد ده اللي بنسميه اللابلاسيان أوبريتور. اللابلاسيان أوبريتور عبارة عن ديفرنشال أوبريتور، بيتكلم على إيه اللي بيحصل عند إنكريمنت معينة، ولو حطيناه في الكارتيزيان كوردينتس هيكون صيغته هذه الصيغه. الدايفرجنس اوف ذا جريدينت، والدايفرجنس هو الديريفيتيفز بهذه الصيغه، ففي النهايه يطلع ان هو السكند ديريفيتيف اوف ذا بوتنشال وذ ريسبكت تو اكس سكويرد، وبالنسبه لواي سكويرد وبالنسبه لزي سكويرد. في السلندريكال كوردينتس قدامنا اهو، وفي السفيريكال كوردينتس قدامنا اهو، وعلى حسب طبيعه المساله بتاعتنا بنختار الكوردينيت سيستم، وبالتالي بنتعامل مع اللابلاسيان اوبريتور المناسب سواء كارتيزيان او سلندريكال او سفيريكال. ايه ميزه هذه العلاقات؟ ميزه هذه العلاقات ان احنا بنتعامل مع سكيلرز، البوتنشال فانكشن از سكيلر والروس اوف في سكيلر، فما فيش فيكتور. الفيكتور كوانتيتيز مشكلتها ان عندي احتمال تغير في الماجنيتود، تغير في الدايركشن، فبتزيد المساله تعقيدا. هنا تغير في الماجنيتود فقط، فإذا لو بكامل أو بفاضل أو ما إلى ذلك أنا بتعامل مع scalar quantities، وده بيكون فيه سهولة كبيرة جدا. يبقى دلوقتي منهجيتي في حل المسائل هتختلف تماما عن اللي احنا بدأنا بيه في دراسة الإلكتروستاتيكس لما بدأنا نتكلم على charge distribution ونطلع incrementation منها، سواء البوتنشال سواء الإلكتريك فيلد سواء الفلكس density، إزاي بنحل integral forms والتعقيدات اللي شفناها اللي سهلناها بوجود حالات سيمتري. أنا المنهجية بتاعتي دلوقتي هتكون مختلفة، إن هبتدي بالتشارج وطلع منها البوتنشال. يبقى أنا بحل معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية، وفي النهاية بحط الباوندر كونديشنز وبطلع منها البوتنشال فانكشن. لو عرفت البوتنشال فانكشن أقدر أرجع هنا للإي بيساوي ماينس جراد في وأطلع الإلكتريك فيلد فانكشن، ولو عرفت الالكتريك فيلد فيكتور اقدر اطلع منه الفلكس دنسيتي فيكتور. فدلوقتي رجعنا للجراف الاولاني اللي لخصنا فيه كل شيء، وهبتدي دلوقتي اسلوب مختلف تماما. هبتدي من التشارج ديستريبيوشن، ومنها اطلع البوتنشال فانكشن بان انا احل بوسانز ايكويشن او لابلاسيز ايكويشن. وانس ان انا حصلت على البوتنشال فانكشن اقدر اطلع منها الفيلد انتنسيتي. عرفت الفيلد انتنسيتي اقدر اطلع من الفلكس دنسيتي، اقدر اطلع منها الالكتريك فورس وما الى ذلك. فتركيزي دلوقتي هيكون على استخدام بوسانز ايكويشن او الفورم بتاعتها في التشارج فري ريجن اللي هي اللابلاسيز ايكويشن. في الصوره دي ملخصين هذا الكلام، وشلنا كل العلاقات او الخطوات الزياده اللي احنا مش هنحتاجها. ان احنا هنبتدي بالتشارج ديستريبيوشن، وهنحل الديفرنشال ايكويشن نطلع منها
البوتنشال فانكشن، ومن البوتنشال فانكشن اقدر اكمل في الاتجاهات المختلفه اللي احنا اتكلمنا عليهم. هناخد هنا مثال علشان نوري ازاي هنستخدم البوسانز ايكويشن واللابلاسز ايكويشن في حل مساله حليناها قبل كده علشان نقارن حتى الاسلوب ونقارن النتائج. عندي هنا مجموعه من الشحنات متوزعه بانتظام في spherical symmetry، والصيغه بتاعتها رو في از فانكشن اوف ار، والفانكشن دي معطاه لينا في كره نصف قطرها بي، وخارج هذه الكره ما فيش اي شحنات، وبالتالي رو سو في بيساوي صفر في الخارج. بما ان انا عندي تو ريجنز هنا، اذا لازم اكتب المعادله التفاضليه بتاعت اللي بتحكم هذا الكلام اللي هي بوسانز ايكويشن مرتين، مره في ار ليس ذان بي ومره في ار جريتر ذان بي. في ار ليس ذان بي هتبقى بوسانز ايكويشن لان عندي روس اوف في، في ار جريتر ذان بي هتكون لابلاس ايكويشن لان روس اوف في هتساوي صفر. فهسمي البوتنشال داخل الكره ب في 1، وهسمي البوتنشال خارج الكره ب في 2، وهكتب المعادلتين دل سكويرد في 1 بتساوي ماينس روس اوف في على ابسلون، وخارج الكره هتكون دل سكويرد في 2 بتساوي صفر. spherical distribution spherical coordinates، هنستخدم اللابلاسيان في spherical coordinates. اللابلاسيان فيه ثلاث اجزاء، تغير مع الار، تغير مع الثيتا، تغير مع الفي. السيمتري هنا مفيش تغير مع الثيتا ولا تغير مع الفي، في تغير مع الار فقط. فاذا الجزئين دول هيختفوا من المعادله بتاعتي، والجزء ده فقط هو اللي ايه اللي هيتوجد. هبتدي احله في داخل الكره الاول، لان الحل خارج الكره كل اللي هعمله بعدين ان اشيل روس اوف في واحط صفر اقدر اطلع الحل خارج الكره. فخلينا داخل الكره، ادي المعادله التفاضليه بتاعتي، اللابلاسيان اوبريتور اللي هو الجزء بتاع ار فقط بيساوي ماينس روس اوف في على ابسلون. المعادلة دي تفاضلية من الدرجة الثانية، يبقى هحتاج أكمل مرتين. أول مرة هضرب في ار سكويرد، هتيجي ار سكويرد هنا، وأكمل هذا الجزء. هضرب في ار سكويرد، هتيجي ار سكويرد هنا، وبعدين أكمل مرة. وبعد ما أكمل أقسم على ار سكويرد دي عشان أكمل للمرة التالية. فدول الخطوتين اللي عملتهم. أول مرة ضربت في ار سكويرد وكملت، طلع لي كونستنت سي 1. وبعدين قسمت على ار سكويرد اللي هي دي، وبعدين كملت مرة تانية فطلع لي كونستنت سي 2. فده الشكل النهائي اللي قدامي. عشان اطلع البوتنشال في ريجن 2 اللي هو خارج الكرة، هاخد نفس الحل ده واحط روس اوف في بيساوي صفر، فده هيكون الحل في ريجن 2. شلت روس اوف في، اتبقى لي كونستنت على ار زائد كونستنت، في الحالة دي هنسميهم سي 3 وسي 4. فدول قدامي هما الحلين دلوقتي، ادي الحل بتاع بوتنشال في 1، وادي الحل بتاع potential v2 in the general form. عشان اطلع الكونستنس عندي اربعة كونستنس، فلازم ادور على الباوندر كونديشنز. الباوندر كونديشنز عندي فين؟ region 1 بيبتدي من الصفر وبينتهي عند b، فتو باوندر كونديشنز هنا، r بيساوي صفر و r بيساوي b. region 2 بيبتدي من عند b لغاية infinity، فعندي ايضا تو باوندر كونديشنز هنا، r بيساوي b و r بيساوي infinity. هبتدي اطبق الباوندري كونديشنز دول، وهاخد السهل منهم الاول، وليكن ار بتساوي صفر. نبتدي هنا، لما ار بتساوي صفر سي 1 على ار دي هتروح لانفينيتي، ده فاينايت ده فاينايت، لكن ده راح لانفينيتي. في 1 عند ار بتساوي صفر ما بيساويش انفينيتي، ما توقعش انه يساوي انفينيتي. توزيع الشحنات هنا ما فيهوش اي سنجولاريتيز ما يدفع الى ان يكون في انفينيتي بوتنشال ات ذا اوريجن، وبالتالي سي 1 has to be 0. فاضل سي 2، نخليه على جنب دلوقتي. تعالوا نشوف ريجن 2. ريجن 2 بيبدأ من ار بيساوي بي لغاية انفينيتي. لو حطيت ار بانفينيتي ده بيساوي صفر. في 2 في هذه الحالة دي هيبقى سي 4. احنا عارفين البوتنشال ان انا بعدت جدا عن الشحنة ورحت لغاية انفينيتي، فتوقع البوتنشال يكون يساوي صفر. إذا سي 4 دي لازم يساوي صفر هي كمان. يبقى انا دلوقتي تخلصت من سي 1 وسي 4. بتخلصي من سي 1 وسي 4 فاضل لي سي 2 و سي 3. باقي عندي 1 باوندري ما استخدمناهوش اللي هو ار بيساوي بي. فتعالوا نشوف ايه اللي هنعمله عند ار بيساوي بي. عند ار بيساوي بي هنا البوتنشال فانكشن متوقع انها تكون كونتينيوس. امتى يحصل ديسكونتينيوتي؟
لما يكون في نوع من السنجولاريتي تؤدي الى ذلك، ما فيش اي سنجولاريتيز، وبالتالي البوتنشال فانكشن هتكون كونتينوس. ايضا الفلكس دنسي اتوقع انه يكون كونتينوس، لان برضو ما عنديش اي سنجولاريتي، ما عنديش تركيز من الشحنات هنا تؤدي الى تغير مفاجئ لا في البوتنشال ولا في الفلكس دنسي. فبالتالي هقول ان البوتنشال فانكشن عند ار بتساوي بي سواء جاي من ريجن 1 او من ريجن 2 لازم يتساوي. وبقول في نفس الوقت برضو فلكس دنسي فيكتور دي عند ريجن 1 دي عند ريجن 2 عند ار بتساوي بي لازم ايضا يتساوي. الدي هي ابسلون اي والاي هي الماينس جراد في اللي هي لها علاقه بارشال في بارشال ار. فاذا لازم اقول برضو ان بارشال في 1 بارشال ار بيساوي بارشال في بارشال ار في ريجن 2 عند ار بيساوي بي. فعندي المعادلتين هنا الباوندري ار بيساوي بي، الكونتينيوتي بتاع البوتنشال والكونتينيوتي بتاعة الدريفيتيف بتاع البوتنشال. المعادلتين دول احلهم سيمالتينيسلي اطلع التو كونستنتس اللي فاضلين اللي هم سي 2 وسي 3. طبعا الحالة العامة لازم يكون عندي شكل الروسر في عشان احل الحالة العامة. انا هحل دلوقتي حالة خاصة عشان اسهل الامور، هفترض ان الروسر في كونستنت بروس اب زيرو. لو عملت الكلام ده هيطلع لي الحل بتاع سي 3 والحل بتاع سي 2 بهذه الصيغة، وبالتالي اقدر اطلع منهم الفي بوتنشال فانكشن شكلها ايه في التو ريجنز والاي الكتريك فيلد ريجن. وتقدروا تروحهم لحل هذه المسألة زي ما قلت قبل كده في فيديو سابق لما اتكلمنا على البوتنشال فانكشن وعلاقتها بالالكتريك فيلد.